اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى في حديث القاهره، وحديث القاهره عن اللقاح. اللقاح حلم، وزاره الصحه بتتكلم عن توفير اللقاح. مهما كان احنا هناخد وقت، فاكسيرا هتنتج اللقاح بس هناخد وقت، هيحتاج فلوس كتير، هنجيب ده منين؟ الدوله هتصرف، لكن الدوله هل هتقدر تغطي 100 مليون؟ كانت مبادره من الاستاذ الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث الاسبق، استاذ الامراض الجلديه المعروف، بمبادره دعا فيها الشركات ورجال الاعمال وكل من يستطيع المساهمه، وقررنا نحن من حديث القاهره ان ندعم هذه المبادره ونفضل معاها ونحث الناس على المشاركه فيها. ولكن خلونا نروح لصاحب المبادره نفهم منه هو ليه طرح المبادره وتصوراته ليها ايه وموقف صندوق تحيا مصر. مساء الخير يا دكتور هاني. اهلا خير بيه، اهلا مساء الخير. ازاي حضرتك؟ مساء الخير. مساء النور يا فندم. عاوزين نحييك الاول على جهودك وتوعيتك للناس طول الوقت بالنسبه لكورونا. انا متابع نشاطاتك وحرصك الدائم ووقتك الثمين، انا عارف قد ايه انت مشغول، ومع ذلك دايما عندك وقت علشان تساعد الناس انهم يحموا نفسهم من هذا الوباء. ده واجب يا خيري بيه. يعني احنا انا راجل استاذ في مركز القومي للبحوث، وكنت رئيس المركز القومي للبحوث، ودي جهه علميه كبيره، فاحساس يعني بالواجب اللي انا بعمله ده، وربنا يقدرني عليه، لان احنا كلنا محتاجين لتعاون العلماء والباحثين والاطباء لخدمه شعبنا الجميل الطيب. يا رب دايما. دكتور قول لي خلفيه المبادره بتاعت حضرتك، يعني انطلقت من ايه وايه اللي خلى حضرتك تطلق هذه المبادره؟ الحقيقه طبعا السيد الرئيس من يومين وجه صندوق تحيا مصر بالمساهمة في تمويل الحقيقة لقاح كورونا، نعم، لتغطية كل الشعب المصري. فمن هنا الحقيقة أنا فكرت يعني طيب إحنا الدور بتاعنا إحنا إيه؟ فأنا أطلقت الدعوة دي وفكرت مين؟ في رجال الأعمال الحقيقة. أيوه. قلت إن ده دورهم الوطني في الفترة دي إنهم يساهموا من خلال يعني تبرعاتهم الكريمة لصندوق تحيا مصر، وبالتالي يبقى الرصيد المالي كبير، يبقى في دور ليهم مع دور الدوله اللي بتعمله. الدوله بتبذل الحقيقه مجهود كبير. ايوه. وشراء اللقاحات دي بيكلف ملايين. كده هندخل في مليارات. على راي سيادتك مليارات. فطبعا ان احنا نساهم ورجال اعمال يساهموا، فده طبعا انا شايف ان ده دور وطني. وخليني اتكلم مع حضرتك بصراحه برضو، في الاخر لما الناس الوباء ينتهي فده هينعكس على اعمالهم واستثماراتهم. ايوه. فهناك ايضا فايده، فعشان كده انا فكرت الحقيقه واطلقت الدعوه دي على صفحتي. وانا كنت سعيد الحقيقه ان في بعض او يمكن شركه وطنيه من شركات الدواء بدون ذكر اسمها على طول اتبرعت، وانا بتمنى الحقيقه وانا مع سيادتك على الهواء ان احنا نلاقي استجابه اكتر من كل رجال اعمال في مصر، وانا اعلم ان رجال اعمال مصر وطنيين وشرفاء وبيحبوا يخدموا بلده وبيحبوا يخدموا شعبهم. نعم. فأتوقع منهم إن شاء الله أن يكون هناك تسابق للتبرع لهذا الدعم من خلال طبعا تبرعات لصندوق تحيا مصر عشان نساعد الدولة في هذه المهمة الوطنية الكبيرة. هل تواصلت مع الصندوق يا دكتور؟ لا أنا الحقيقة ما تواصلتش مع الصندوق، بس يعني أنا همني الأول الناس تتبرع، وأكيد الصندوق متهيألي ممكن يرحب بحاجه زي كده. يعني احنا تواصلنا مع الصندوق وكانوا معايا هنا من يومين وطرحنا كلام شبيه بذلك للتبرعات، وقالوا ان حساباتنا كلها مفتوحه وتستطيع ان تخصص التبرع بتاعك للجهه اللي انت عايزه، يعني عايزه للقاحات هيبقى للقاحات. طب ده حاجه جميله جدا، يبقى انا من خلال كلامي مع حضرتك اهو بأتوجه برجال اعمال والمستثمرين ان هو يقدر يتبرع لصندوق تحيا مصر، ويطلب هو بيبرع في البنك انه يقول ان ده تبرع خاص للمساهمه في دعم تمويل اللقاح اللي اطلق السيد الرئيس توجهاته عليه من يومين. طيب دكتور، لو بصينا التبرع، فيروس كورونا واللقاحات دي مش هتستمر سنه وتعدي، شكله مطول معانا البي، يعني عايشين معاه سنين، فمعنى كده ان احنا هنحتاج اللقاحات دي بشكل سنوي. اذا فلا حل ولا دولة ستستطيع طوال الوقت أن تقدم هذه الخدمة مجانا، هتقدمها لشرائح محددة قد تذهب إلى عدد من المحتاجين،
لكن هيتظل في مشكلة محتاجين الدعم الدائم. كيف يمكن لهذه المبادرة إنها تستمر وتستمر لسنوات؟ أنا عايز أضرب لسيادتك مثل لدور يعني المصريين كلهم مش بس رجال أعمال. أيوة. في مبادرات قبل كده، يعني تعال نشوف مستشفى سرطان الأطفال، نشوف مستشفى أهل مصر، نشوف مستشفى مجدي يعقوب، كل هذه مستشفى بهية لعلاج السرطان. أيوة. كل هذه الجهات الطبية اللي بتقدم خدمات مستمرة بقالها سنوات معتمدة على دعم المصريين وتبرعاتهم. صحيح. فإيه المانع أن يبقى فيه باستمرار إحنا بنقدم هذه التبرعات عشان تستمر العملية؟ لأن زي ما سيادتك تفضلت، العلماء لغاية دلوقتي على فكرة مش متأكدين هل التطعيم هيبقى كل سنة ولا ممكن يدي سنوات طويلة. هنفترض زي ما سيادتك بتقول انه هيبقى سنوي زي تطعيم الانفلونزا. أيوة. يبقى احنا محتاجين دعم باستمرار. فزي ما بنتبرع الحقيقه لمستشفى سرطان الاطفال ومعهد قومي الامراض الاورام وغيره، يبقى في باستمرار سيل من التبرعات الكريمه في اتجاه تمويل التطعيم اللقاح باذن الله، وده يبقى شيء يحسب يعني لينا، وده شيء مطلوب بيني وبين سيادتك. طب فانا متهيألي دي اجابه سؤال حضرتك يعني. طيب دكتور هاني، ما تيجي انا وحضرتك كده نبتدي، يعني حضرتك وانت بتعمل المبادرة الناس تحب تشوف الدكتور هاني بيتبرع، وانا عشان ما بقاش بفتي بس فانا كمان هتبرع، فنفتح الباب في صندوق تحيا مصر لهذا الملف، ايه رأيك؟ انا موافق، وانا بقول لسيادتك اهو انا هتبرع بخمسين الف جنيه ان شاء الله. طيب كويس، وانا بعد ما اتبرع هقول لك بس اقبض بس. لا انا قلت رسمي اهو. لا وانا هروح اتبرع انا كمان، ونقول للناس الطريقة ونفهم من صندوق تحيا مصر هنعمل ايه، وتبقى المبادرة مفتوحة لكل من يستطيع، ابو 10 جنيه وابو مليون وابو 10 مليون، واحنا زي ما حضرتك قلت عندنا رجال اعمال وطنيين جدا مش هيتأخروا عن حاجة زي دي. ده حقيقي ان شاء الله. خلينا نروح مع حضرتك بقى للكورونا، وعايز اسألك سؤال بشكل شخصي يا دكتور. اتفضل يا فندم. فوجئت برسالة حد بيحذر وبيقول يا جماعة مش اي حد يعرف يستنشق هواء، يستنشق بخار مية مغلية ويحط عليها حاجات لأنها قد تؤدي إلى الوفاة، وحكى عن حالة حد كان وصل الفيروس إلى الرئتين ولما استنشق البخار الماء توفى. فإحنا قاعدين ناخد معلومات من السوشيال ميديا والناس بتطبق مباشرة، فكيف يمكن نشرح للناس هل الكلام ده صحيح؟ هل استنشاق الماء بخار الماء في كل الحالات صحي لمريض الكورونا؟ الحقيقة دي كلها حاجات يعني غير علمية، وكلها اجتهادات لبعض الأفراد، زي ما بنشوف كل شوية حد يطلع يقول إن ممكن نعالج كورونا بالأعشاب، ممكن نشرب ينسون بالليمون، يعني كلها حقيقة حاجات لا تستند لأي حاجة علمية إطلاقا. نعم. وأنا زي بقول لسيادتك كده، إحنا لازم نعتمد على المصادر العلمية، إنما الاجتهادات اللي بتنشر على صفحات السوشيال ميديا ده كلام يعني لا يجب الاعتماد عليه، والكلام اللي سيادتك بتقوله ده كلام غير صحيح علميا. أي. لا ما اقدرش اعتمد عليه خالص يعني. فانا انصح الناس ان هي ما تمشيش ورا هذا الكلام، لانه كلام غير علمي وممكن واحد يتاذي. العلاج اساسا له بروتوكول ووزاره الصحه اعلنت عليه، وكبار اطباء مصر عارفين عليه. فاذا لا قدر الله انسان مصاب، عليه ان يسير على البروتوكولات اللي ابتدعها وزاره الصحه او اللي يضعها الطبيب المعالج عليه، وبلاش طبعا فتاوي الفيسبوك، لان دي حقيقه يعني بتعمل مشاكل كتير والناس بتصدق وممكن تتاذي. صحيح. طبعا موضوع البخار، والسنه اللي فاتت طلع برضو الناس قالوا ايه ليمون وعلى ميه برمفل، يعني كلام مش علمي. شلمون ولا مش فاكر كان اسمها ايه اللي بيقولوا عليها دي، الشلولو. ايوه. فطبعا ده كلام مش علمي يعني. بشكرك جدا استاذ دكتور هاني الناظر، الاستاذ بمركز البحوث المركز القومي للبحوث والرئيس السابق للمركز القومي واستاذ الامراض الجلديه المعروف. بشكرك جدا يا فندم. طيب لا شلولة ولا غيره. طيب الزمالك هو حديث لا ينتهي، يعني نطلع كلام عن التجديد، ندخل في ازمات حول الحكام وتصبح معركه وترندات وخلافه. خلونا نشوف أخبار نادي الزمالك من صديقي العزيز الأستاذ عصام سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك. مساء الخير يا أستاذ عصام. مساء الخير يا أستاذ خير. أهلا بك. ربنا يكون في عونك، وإحنا أسفين أنت لسه في الزمن القديم، لسه الزوم والتجهيزات دي عندك صعبة.
لا خلينا كده بالاتصال الهاتفي كويس قوي. انت على ابو قديمه يعني. اكيد. طيب استاذ عصام، ماذا يحدث في الزمالك الان؟ يعني موضوع فرجاني ساسي طول قوي، انتوا وصلتوا معاه ال 85%، هل اخذ ال 35 دول ولا لسه ناويين تسددوه؟ طب ما تخلينا نبدا باخبار كويسه مبدئيا. يا سلام عليك، يا ريت. ونقول ان النادي دلوقتي في يعني اوبه الاستعداد لاحتفاليه 110 سنه زمالك. مبروك. الله يبارك فيك. بكره 5 يناير ده بيصادف العيد رقم 110 للنادي الزمالك. الف مبروك. كويس. المناسبه جايه في اجواء بالتاكيد اعاده ترتيب اوراق كثيره، واعتقد ان هي يعني فعلا عيد لكل الزملكاويه في كل مكان. خيري طبعا، تاريخ نادي مصري عريق كلنا نحتفل بيه. ما فيش كلام. النادي ده تأسس يوم الخميس 5 يناير 1911. النهارده بيمر 110 سنة، واحنا الحقيقة كمنظومة إعلامية بنحتفل بها يعني احتفال شديد، وخاصة إن هي فعلا رسالة إلى كل من يهمه الأمر بقيمة وتاريخ وعراقة هذا النادي الكبير. إيه الاحتفالية اللي هتعملوها يا أستاذ عصام؟ مبدئياً مطلعين يا أستاذ خيري عدد خاص من مجلة الزمالك من 20 صفحة بيروي مسيرة الزمالك عبر 110 سنة، النجوم والرؤساء والبطولات والأسر الزملكاوية الكبيرة زي أسرة الكابتن حمادة إمام طبعا، والده حيحيى إمام، ابنه حازم إمام، أسرة الكابتن طه بصري، حسن بصري، وحسين بصري، الكابتن يكن، والكابتن هشام يكن، لا كتير تعرف أسر فعلا تعرف يعني متجذرة في هذا النادي العريق، وبتاكد ان فعلا ان النادي تاريخ وعراقه وبطولات، وهذه المناسبه جايه في توقيت بتدي جرعه امل جديده ان الزمالك يستقر. لا احنا بننتظر احتفال اكبر بقى، يعني احتفال يليق بمرور 110 سنه. اكيد بكره بقى ان شاء الله برضو تجمع كبير لنجوم الزمالك القدامى، اجيال بتسلم اجيال، وان لا في جو في النادي بكره جو مختلف، على اساس ان كل الزمالك يعيشوا حاله خاصه جدا في هذه المناسبه الكبيره، يعني اعتزازا بالانتماء لهذا الصرح الرياضي الكبير. طيب ده كويس، ده خبر حلو قوي، مبروك لكل الزملكاويه وللمصريين جميعا. نادي عريق، تاني نادي في مصر من حيث التاريخ. نروح للعيبه. ماذا تم في ملفات التجديد؟ يعني وصلتوا فين لفرجاني ساسي وهو اصبح من حقه من اول يناير التوقيع لاي نادي؟ ما هو ده نفس الجملة دي يا أستاذ خيري بترد على السؤال، لأن في الآخر هو كان من حقه من 1 يناير باختصار، لكن يعني استقراره ومواصلة المفاوضات معناه في رغبة من الطرفين إن شاء الله على الاستمرار. الزمالك متمسك جدا باستمرار الفرجاني، عنده رغبة شديدة لأنه يدرك تماما قيمته وقيمة حب جماهير الزمالك لهذا النجم الكبير. وبعدين أنا بقول لك حاجة صغيرة، يعني أنا دايما أقول النجوم التوانسة والمغاربة اللي فرقة الزمالك بيعز عليها قوي اقول لعيبه اجانب، لا صحيح عرب موجودين في التشكيله، عشان كده انتصاروا سريعا، قدموا مستويات فعلا متميزه. انت بتتفرج على السهل الممتنع المتمثل في اشرف بن شرقي، فرجاني له قيمه كبيره في وسط الملعب، بالتاكيد كل العناصر اللي موجوده في التشكيله من خارج مصر لا مؤثره بشكل كبير. فهو المساله في الاخر المفاوضات اضطروا انها تسير بشكل جيد، وزي ما انت عرفت ان المتاخرات اتسددت فعلا لفرجاني، دي حقيقه، ولا بيتلقى غير 15%، ودي موضوع ضرايب يا استاذ خيري. انا عارف لازم تدفع بالظبط، ضرايب جديده دي بقى مجال تفاوض بين الطرفين، مين يتحملها من كذا، فهو المساله، لكن في رغبه شديده من طب الزمالك. ده القديم بالنسبه للجديد والمبالغ اللي طالبها وامكانيات نادي الزمالك. يعني في صحيفه قطريه النهارده نشره ان فرجاني وقع لنادي الدحيل القطري بالفعل، وناس تانية قالت برضو ان فرجاني ان نادي الدحيل بيتفاوض مع لاعب ايراني اسمه علي كريمي. تمام. بالمناسبه نفس الحكايه، وقيل برضو ان مجرد مفاوضاتهم مع هذا اللاعب معناه يباعد بينهم وبين فرجاني، لان انت عارف مونديال الانديه اللي هيشارك فيه النادي الاهلي ان شاء الله 1 فبراير الجاي، يعني بتتكلم في ايام يعني. طبعا. فالمساله لو فعلا في اصرار من التاسع على الرحيل كان على الاقل كان من اول الشهر خلاص حدد طريقه، لكن يعني الزمالك ما جالوش عرض رسمي من الدحيل ب1.5 مليون دولار لشراء الست شهور الباقيين في عقد فرجاني ساسي؟ لا، معلومات رسميه ان ما جاش عرض رسمي في هذا الملف، وكلها مفاوضات وكلام وكلاء وكلام سوشيال ميديا، لكن لم يتحول ذلك الى موقف رسمي او عرض رسمي فعلا للنادي الزمالك. طيب ماذا عن مصطفى محمد؟
مصطفى محمود بيتدرب ملتزم، الزمالك يعرف قيمه هذا اللاعب جيدا، اصبح يعني يعتبر اهم مهاجم في المنتخب الاولمبي والمنتخب الاول في ان واحد، والزمالك ما عندوش مشكله في الاحتراف، ولكن بالوضع بالظروف اللي فرضها الوضع الراهن ان الزمالك يريد ان يستثمر في لاعبه اكثر او يعني يحقق من خلال اكبر استفاده ممكن. الرغبه موجوده في الاحتراف مفيش مشكله، ده ابن من ابناء النادي اللي بيعتز بهم، ولكن بالظروف برضو اللي تخدم الطرفين، اولا يبقى في عرض بقيمه مصطفى محمد. هل وصل اي عروض لمصطفى محمد غير العرض التركي القديم؟ لا طبعا، في العرض الفرنسي طبعا قائم. هل النادي الفرنسي بعت للزمالك مباشره ولا من خلال الشركه برضو؟ لا، معلومات النهارده ان فعلا في عرض رسمي من النادي الفرنسي، وان في الاخر المفاوضات ماشيه في القيمه، قيمه العرض نفسه، واعتقد الزمالك بيضغط هيجيب عرض افضل، وعند اذن كل حادث حديث. يعني اذا جاء عرض جيد لمصطفى محمد باتشيكو ليس لديه مانع في رحيله، ولا النادي كله بشكل اساسي، واداره النادي كمان مدركه ان من حقه يحترف، ولكن بالظروف اللي بيفرضها نادي الزمالك والتي طريق بحجم نادي الزمالك وقيمه مصطفى محمد. هل انتوا صحيح طالبين 5 مليون دولار فيه؟ يعني الارقام طبعا بالتاكيد ممكن تكون اكتر من كده شويه كمان، لكن في النهايه اللاعب احنا عارفين ومتاكدين تماما انه يستحق اكتر من المعروض حاليا، وان فعلا برضه بيزيد من المفاوضات اعتقد ممكن الزمالك يوصل للوضع الافضل اللي هو يتمناه في هذا الصفقه. طيب استاذ عصام، بعد ما تفائلنا بوجود اداره جديده في نادي الزمالك، وكانت هناك بادرات طيبه جدا بين قمه الكره المصريه الاهلي والزمالك وفي موضوع نادي القرن، وكنا قلنا ان هتبقى هناك مصالحه والاهلي يتنازل عن الدعوه اللي رافعها التي حجزت للحكم، فوجئنا بتصريح من احد اعضاء نادي الزمالك بان احنا نادي القرن ومش هنشيل اللوحه او اللافتات الموجوده. هل هننتظر لصدور حكم ولا هننتظر مبادره توطد العلاقات وتنزع فتيل التعصب بين الناديين؟ والله الملف ده ملف بالتاكيد شائك يا استاذ خيري، لان برضه جمهور الزمالك لديه قناعه كامله بان بطولاته في القرن العشرين كانت اكثر من بطولات الاهلي على مستوى افريقيا كبطولات. تمام. فالقصه في النهايه هذا هل قناعه الجمهور يا استاذ عصام تكفي ام انك تحتاج الى ورق في ايدك يقول انك لا انت نادي القرن الحقيقي؟ هل نادي الزمالك اتخذ اي خطوات رسميه ونالت الاهتمام العالمي سواء في الفيفا او غيره في التحقيق في من اولى بنادي القرن؟ واكيد الاداره السابقه برئاسه المستشار مرتضى منصور بالتاكيد كانت خدت خطوات في هذا الاتجاه، ولكن طبعا الظروف اتغيرت، والاداره الحاليه بتشوف ان برضه ان مراعاه لمشاعر جماهير الزمالك اللي مقتنع ان ناديها يستحق هذا اللقب، وان اللوائح عندما وضعت من قبل الاتحاد الافريقي شابتها بعض العيوب، ما كانتش دقيقه بالقدر الكافي. فاكتشفنا ده بعد 20 سنه؟ يعني او قررنا نعمل اجراء بعد 20 سنه؟ ما هو ان تصل متاخرا افضل من ان تصل ابدا. المهم انك يعني تصل، ما هو متاخرا او بدري. عامه اذا ستنتظرون راي القضاء المصري؟ لا، ما هو اكيد اصل خلاص المساله فعلا بين القضاء، ولا احد يستطيع ان يعقب على اي احكام للقضاء. تمام، بشكرك جدا الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ عصام سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك. ختامها ابيض وختام هذه الليلة أبيض. لم ينتهي حديث القاهرة، ولكن توقف قليلا حتى الغد لنبدأ أحاديث جديدة في حديث القاهرة الذي لا ينتهي. مصر بخير طول ما أنتم بخير. تصبحوا على خير.